تشرفت بمعرفتك تولغا كارادغ. سمعت باسمك يا تولغا. انت قابض على مجرمة من وقت قريب، عذراء كارا. كايا، عذراء كايا. ايه صح. وقضيت على عصابة قدرة أوستورك. مو انه تخلصنا منهم تماما، بس ايه مسكنا واحد من الاداريين تبعهم. ايه بس سمعنا شغلات تانية يا تولغا. عن جد؟ شو كمان؟ يعني مثلا انك عم تتصرف على كيفك، وكمان عم تتجاهل الاوامر، مزبوط؟ ها؟ يعني خلينا ما نقول اني عم بتجاهل، فينا نقول اني عم سهل الوضع. يعني لان ملفات صعبه ولهيك نحن علينا. تولغا، انا ما بحب طول السير بنوب، رح يكون هاد اول واخر حديث طويل لنا من هلا وطالع. بدي السرعه واطاعه الاوامر، تمام؟ عم تفهم؟ عم بفهم. الو رجب، وين الملفات؟ بدي ملفات اخر 5 سنين يلي تسكرت. اذا مشغول انا بطلع سيدي. اجمع كلها. يلا يلا يلا، حرك حالك شوي. شو هاد؟ هذا الناقص انه يجي واحد ويتحكم فينا. شو اخباركم؟ خير، كيف الامور؟ تمام، عم نشتغل. يعطيكم العافيه. الو، ايه مراد؟ قلي. ايه اكيد بدي يكون معي تليفون. شو لكان؟ شو الاخبار؟ كتبت الطلب اخي؟ ايه. ورح يكون في مقابلة اليوم؟ اي ساعة؟ عن جد؟ تمام تمام، لكن انا جاي فورا. بشوفك هنيك، مع السلامة. سركان، انا طالع، خلينا على تواصل. وقفوا بالدور يا شباب. مرحبا تولغا كارادغ. لعند مين؟ عذراء كايا. هات هويتك. يلا. انت شرطي؟ صحيح. عذراء، ما بالعاده يجيكي زوار؟ على قد ما فتت وطلعت صار عندي معارف. ايه منيح. فيك تتفضل. لعند مين جاي؟ عذراء كايا. هويتك لو سمح. شرطي؟ طيب إذا معك سلاح اتركه لقدام. أهلين فيك. طمنيني عنك. منيح. مين هاي البنت؟ هاي عذراء. ليش؟ ليك الزلمة اللي معها شرطي كان قدامي بالدور، أنا شفته وقت طلع هويته، معه سلاح كمان. عن جد؟ لك إيه عم قلك شرطي؟ معناته طلع الكلام صحيح، كنت بعرف هالشي أصلاً. هي لما فتحت اللابتوب إجا إيميل، وهالإيميل فيه بطاقات تاروت عليهم رسومات. ليكي إنه دينيز تروح على غرفة المديرة وتفتش فيها، يعني إيه؟ علي صوتك، لسه ما سمعوك الكل. ما قصدي. وفي قصة ناجية كمان. ناجية؟ Thank you.
ليش اجيتي؟ جبت لك الجيتار بس اخذوه مني على الباب، بيعطوك اياه بعدين، قلت خلي ايديك تتحرك شوي. قلتي عندها وقت طويل، بلكي هيك بتلتهي شوي وكل ما ضاجت بتعزف. معك حق. شكرا كثير. صار فيني امشي. بيلين بيلين، انا قدمت افادتي للشرطه، قدمت افادتي ضد بوراك، وقفت ضده يا بنتي. طلعي انت. جد أمي؟ عملتها بصراحة. أنا خبرت دينيز. إيه بس هي ما حبت تخبرك بهالشي، يعني لأنها ما بتوثق فيني ومعها حق. بيلين عملتها ونجحت يا قلبي. يعني قدمتي إفادتك هلا ومانك خايفة أبدا؟ أنا بنوب مو خايفة، خلص صرت قوية، تعلمت منك ما خاف من شي. بيلين صح، طالعت ابك اصلا بساعه التنفس حتى تفرح قدره قدامنا وتغيظنا قلنا. عم تساوي عرض كانه كل وحده مثل زيرين ما بتحب المي الراكده وما بيعجبهم الطقس الضبابي والهادي. قصدها بهالحركه تحرك الوسط يا دينيز. بتحاول تزعجنا على طول، بديانا نضل نتخانق مع بعض. من حظك انه البنات عندك بيسمعوكي، والا ما حدا بيقدر عليها. دودو انتي متضايقه؟ لا عادي والله، حسان شاغل باله. شو صار بحسان صحيح؟ ما بعرف عنه شي، ما حكاني من زمان. قالوا إخلاء سبيله المشروط رح يخلص من فترة، بس ما سمعت شي. يعني دودو حبيبتي بتعرفي نحن عايشين بسجن مسكر وشروطنا معروفة منيح، يعني ما بيصير وقت نحب نغرق للآخر، ما هيك؟ الله الله، الحكي سهل. ست حسرة انت حبيبك قدامك وبتشوفي كل يوم. لا يا، مين حبيبي؟ كيف يعني مين حبيبي؟ كل يوم بيجي لهون حبيبي. استغفر الله منك يا ربي. عيب يا بنات، وبعدين أنا وحسين ما في شي بيناتنا، بس منشبه بعضنا بالصحة، يعني ناقصنا شوية رياضة بس. ايه صدقناكي. هبس سكتي بقى. شوفي شوفي لك، انتم مراهقات عن جد، خلاص ما في موضوع تاني تحكوا فيه. لا ايه انسي داريا شبك عم تضحكي، ما شاء الله عليكي ما عاد خجلتي. ايامه العشقان ايامه. حق اكتبي حق خلاص. ايه مشان نعرف لمين الحرف. شو كنيت ناجيه؟ ناجيه انجل. انجل تمام، اتفقنا. تمام ليك، مراد قال لي إنه طولقة بده يحكي معك، شو كان بدك؟ بدي أعرف إذا كنتي بتعرفي هالشاب. يعني لازم كون بعرفه؟ يا ريت. مين هذا يعني، رجل فضائي؟ لك مين قول؟ هذا قاتل يجيت. عن جد؟ إيه. لقيته شاهد عيان يعني؟ ليش ما حكيت من الأول قاعد عم تسألني عن أخباري ومدري شو؟ طولي بالك، ما منعرف ولا رجال لا مين ولا وين بيكون. اهدي، لا تتحمسي دغري. لك كيف ما بدي اتحمس؟ إذا في شاهد عيان، هذا زلمة زيرين معقول؟ هذا اللي حكت عنه أوزلام نجدة اسمه. نجدة؟ تعرفي كنيته؟ لا بصراحة ماني متأكدة من الاسم. أنا رح أخذ هي وخليها معي، بورجيها لأوزلام لأنه شافته عن زيرين، يمكن تتذكره. طيب بتركها مع الشباب حتى يعطوك إياها. ما رح توصلني إذا تركتها مع الشباب طولقة. عن جد؟ شو أعمل؟ ما فيني أعطيك إياها هون. بعرف إنه ما رح تقدر، استنى شوي. ماشي.
لك يلا قوم. ماشي انتبه على حالك. وانت انتبهي على حالك. ما تاكل همك. كل منيح مو شايف حالك قديش نحفه؟ تمام 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 خلص بشوفك. ايه يلا خليهم يطبعوا. ايه خلص. طيب اذا هي ذكرت هذا اللي اسمه حسن صياد السمك. ايه حلينا امره، ما راح يلغوا اخلاء سبيله المشروط. عن جد عم تحكي؟ والله خبر حلو. انتبهي على حالك. وانت كمان. شدي ايدك وغمقيهم. شدي. عم شد دودو. اجت امي حكينا، قال قدمت الافاده لصالحي والمحكمه رح تبدا من جديد. فرحت كتير يا عمري. انت لو ما كنتي هون ما نجحت. لا تقولي هيك. قالت لي انتو حكيتوا بس ما خبرتيني ابنه. ايه بصراحة ما حبيت خبرك حتى نتأكد، حتى ما يخيب أملك فيا مرة تانية. تعزفي على الجيتار مو؟ ايه امي جابت ليها. حلو كتير. وانا كمان من زمان كنت غني وعندي مجموعة. لا منصير منغني سوا لك. شو رأيك؟ منتسلى. اويكو خلصتي؟ يلا شرحي لي الرسمة. رسمت أخي حسن دودو. شوفي شو حلو، والله اشتقت له. وأنا كمان اشتقت له. ليش ما عم يجي لهون ولا عم نشوفه؟ رح يجي، رح يجي أكيد. ادعي إن شاء الله ما تكون صايرة معه شي مصيبة. رح يجي، انتي لا تفكري بشي. ايه يلا رسمي. مرقت من جنبي العصفورة وقالت لي إنه حسن بخير. عزراء؟ عزراء؟ أي طير؟ احكي شو عرفتي؟ اهدي شوي، شفت المفتش تولغا؟ ايه؟ قال التحقيق المتعلق بحسن توقف. جد؟ وقال إنه طلع بريء. الحمد لله. عم تحكي جد؟ صار حرطلي حسن. يا الله. الحمد لله الحمد لله. شكراً إليك. شكراً. بتشكركم أنت وتولغا. هلأ صرتي بدك توقفي على الدور على التليفون. خلاص تركيني خجلتيني. الله يخلي لي إياكي ولا يحرمني منك. سمعتوا؟ سمعتوا شو قال؟ ألف مبروك. الحمد لله يا ربي. تعالي أنت تعالي. شو صاير يا بنات؟ شوفي تعي تعي تحكوا. شوفي عزراء قالت إنه حسن حسن بخير وما عاد عليه شي، طلع بريء. أي وين قال هيك؟ الطير. لا أي طير، تولغا. إيه تولغا اسمه. تولغا. إيه تولغا المفتش. تولغا. إيه عن جد. إيه شو الحمد لله يا ربي. قلت لك ما رح يصير له شي. الحمد لله. بليه يلا إن شاء الله بتشوفي على الخير. يعني هاي قصة طويلة كتير. أنا برأيي إنه إجا بالوقت المناسب. يلا عزفي لنا شي غنية. بليل؟ بتعرفي غنية لأزرع لك بستانورو؟ لا غنية تهزي بخصرك هزي، هاي أحلى. بس أنا بصراحة بعزف أغاني أجنبية وبس. بدكم؟ اعزفي يلا. ماشي يلا. ما المهم بدنا نغني. بدنا نغني ونرقص. بدنا نغني ونرقص. نرقص. بدنا نغني ونرقص. ايه كتير. ايه ما صدقتنا. ها ايه يلا علي علي اكبر يلا. يلا
بلشنا نتصالح انا وياكي، خلصينا بقى حاجة. بس اليوم هو تصالحوا خلص اتفقنا. بتوقع انه هذا نفس الرجال اللي شافته اوزلام عن زيري. اذا كان هيك عزراء انت بتعرفي شو معناته هالشي؟ هذا يعني انه رح ندعس على زيرين وندبك فوق. عزراء هاد معناته براءتك. بس لازم ورجيها الصورة اول. ايه تمام. بدنا نفكر بمكان ما فيه كاميرات. ايه وين هالمكان بيكون مثلا؟ عزراء دينيس شو الموضوع؟ ليش عم تتطلعوا متفاجئين هيك؟ إيه لا اسمعوا، بيلين عم تعزف على الآلة اللي معها. يلا تعالوا نرقص. يلا 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 يلا. اوه بلشوا رقص البنات. ما شاء الله ما شاء الله. رح تجي؟ قالت لك جاية أكيد؟ هي قالت لي رح تجي عزراء. هي تأخرت كتير دينيز، معقول ما بتعرف إنه نحن بالمكتبة؟ خلصنا عزراء روقي شوي رح تجي. ما بعرف يا دينيز، كل أملي متعلق بهالشغلة هي. روقي معك حق. اسمعي خليكي رايقة ماشي؟ طيب تمام. ها ليك اسمعوني، زيرين خانم رح تطلع ويمكن تطلبني، شو بدكن؟ تمام تمام. أوزلام طلعي، شايفة هالرجال؟ ما بعرفه يعني بصراحة. لما شفته كان داير وشه، ما قدرت شوف وشه بالكامل، بعتذر منك. لا تقولي، اطلعي منيح. ما بعرف. أوزلام وينك انتي؟ كنت عم دور عليك. ليش؟ بشو بتأمريني زيرين خانم؟ أنا طالعة هلأ، خليني وصلك. شكراً لك، يسلموا إيديكي. السجينات كانوا بدهم ياخدوا كتب قبل ما نطلع، وبما أنه ما في حدا فجبتهم لهون وضليت ناطرتهم لبين ما يخلصوا. منيح ما عملتي، احترامنا للكتب ما إلو حدود. يلا لا تضيعي وقت ناطرتك تحت. حاضر يا خانم. حاضر. خلصنا تمام. يلا رح وصل السجينات على أقسامه. ما بدأ إن شاء الله ما تأخرت عليكي. ليش اجتمعتوا بالمكتبة؟ ما في سبب. شو عملتوا بالمكتبة؟ احكي. ما عملنا شيء، بس هن طلبوا الكتب بآخر دقيقة. دينيز وعزراء طلبوا الكتب مع بعض. ايه زيرين خانم، وانا تفاجأت مثلك. ما بعرف اذا نيتهم نية سيئة يعني.
هيك صار. شو قال الحديث؟ زيرين خانم، كأنك كتير مسرعة، أنا بخاف من السرعة كتير. شو كان الحديث؟ زيرين خانم والله ما كان في شي. بترجاكي وقفي وقفي كرمال الله، وقفي خلص وقفي. أنا بلشت حالتي تسوء كتير. انتبهي وانتي عم تتقربي من هدول الناس، انتبهي منيح، اوعك تنسي مين بتكوني، والا المسافه جوا السجن وبرا السجن 2 سنتيمتر، كتير سهله انك تفوتي. ماشي، بس انا ما عم بفهم شو قصدك يا خانم. يمكن انتي بتفكري باسلوب تاني، بس انا بحبك اوسلام. عسراء ودينيز مانن سجينات عاديات، كتير أذكياء ومتدربات. إذا حاولوا يضيعوكي رح تخسري كتير. لا شو هالحكي، ما في هيك شي بالمرة. منيح كتير، لا تقولي ما خسرتك. على كل واحد فينا يختار طرفه بالسجن، ما بيصير يغير الطرف. يسلم إيديكي. صحة وهنا يا مديرة عزراء. شو قلتي؟ قلت مديرة. ما عجبك اللقب؟ طيب مفتشة. نلعي ولا؟ يا مديرة شو المطلوب؟ ما عجبك لقب مديرة؟ شفت مين زارك اليوم؟ الزلمة كان شرطي معه هوية وسلاح كمان، وهنن الاثنين عانقوا بعضهم. اسمعوا، هي وحدة جاسوسة ومفكرة حالها عم تتشاطر علينا، بس شو ما عملتي ما رح يطلع لك معنا. خلاص بكفي بقى. إيبك انت إلك غايبة عنا فترة طويلة، لهيك ما بتعرفي انه صار بيناتنا في جواسيس وشرطة. أكيد كلكن سمعتوا، هون عندكن البنت العفريتة يلي محنية شعراتها تشتغل جاسوسة للشرطة، وبنفس الوقت كمان طلعت حبة واحد من الشرطة. خلوها تطلع على الراديو وتحكي وتنوح وتبكي قد ما بدها وتترجانا، وإذا بدها تطلع بس مباشر وتخلي كل العالم تسمع نفاقها لأنها كذابة. يا حيواني يا مجرمة، تعي لهون حسنا. شو بدينا؟ تعي لهون شو بدك فيها؟ لك بدينا اليوم بدينا وراك بدينا. يا حسنا تعي لهون، لك حاجة كل مدى بتبعدوني عنها. لا شو صار لك؟ تكوني بدينا اليوم. ألو، ايه اللي ايه فهمت؟ مين هاجم بالأول؟ عالمنفردة، بكرة بهتم فيها أنا. حركة حلوة وهي جرح تاني لمنافستك. منيح اللي عجبتك. حسين خد حسرة عالمنفردة، بكرة منشوف ليش نعمل. ليش عالمنفردة؟ معلش تستاهلي. شو صار هلا؟ خلصنا بقى. الله لا يقيمك. خذوها يلا امشي. حسرة امشي. عامله حاله زعيمه. خذوها حسرة، لا تنفعلي، لا تمشي. خلصي خلص بكفي بقى. الله لا يقيمك. ان شاء الله بنحاول كل جماعتك يا كلبه. كان لازم من زمان تضحكي. يلا نقلعوا يا جواسيس. خلص بقى شو صليكم، لا تقعدوا بيناتنا احسن ما تكبر المشكله. يلا نقلعوا. يلا يلا يا امثال يا كلاب. بعدي عنا بعدي. اسكتي انتي وياها. هدول كلهم عم يتعاملوا مع
بكفيهم اصلا. لا بالعكس، لازم نقتلهم وحده ورا الثانيه. جاسوسات تافهات حقيرات وبدهم عقاب. حسرت ما تواخذيني اني جايبك على المنفرده بايدي، بس والله مو عكيفه بتعرفي انت. لك انت شو دخلك حيسو؟ ليش بدي واخذك؟ عم تحكي وكانك انت المذنب. تعي قعدي هون، من جديد منطفين الغرفه والتخت جديد كمان، ترتاحي اكثر. حسرات اذا كان بدك شيء خبريني مباشره الي، حتى اذا ماني موجود خليهم يتصلوا فيني، بجي لعندك دغري. الحمد لله رجعت حسن مزاجي. هاجر لساتها معي وإبك رجعت لعندي. طالما عم يروحوا هدول على المنفردة واحدة ورا الثانية رح تضلوا تشوفوني آخر رواق. يلا أنا جعت بعد ما خلصنا مشاكل. أوه شو رأيكم باللحمة على عجين يا بنات؟ أكيد موافقين. أكيد موافقين. الله يخلي لنا ياكي. لساتنا جوعانين معلمتي. هاجر روحي هلأ وخبري ملتم تبعت لنا 50 قطعة لحم على عجين من برا. ليكي روحي قولي لها معلمتي عزمتنا على هالأكل الطيبة بسبب المشكلة اللي صارت لأنه ما قدرنا ناكل وضلينا جوعاني. قولي هالحكي إجباري. يلا حبيبتي. إيه هاجر إيه؟ قولي لملتم خانو خليهم يكتروا اللحمة على العجين مشان تشبعوا. الله حيا معلمتي. انت يا ريما ونحن نحن يا بنات فينا كتير جوانب حلوة، نعمل مشاكل من جهة ومناكل اللحم على العجين من جهة تانية حتى نروق. مروة تعي. راقبي لي الباب منيح. ألو ولي عندي أخبار حلوة إلك. حكيت مع المحامي، مارت ما اعترف بشي أبدا، يعني مثل ما أنا قلت لك مارت طلع شب أبضاي. إيه لا تاكل هم. لا تخيل طلعوا ملاقيين جثة وجدي بالصدفة. ما بتوقع اللي ما بيعترف بشي بالمخبر ما بيغلط بالمحكمة أبدا. وساق فيني عندي خلاص مارت عندي خلاص. تمام ايه منيح ارتحت هلأ كأنه. نتواصل اذا صار شي جديد. يلا وهلأ طالما انا عم بسمع اخبار حلوة كتير عم ضل مروقة على طول. روحي قولي لهم يجيبوا كبة جنب اللحمة على العجين خلينا ناكل ونشبع على الاخر. ماشي معلمتي. لا تتحرك شرطة. انت مجنون تولجا؟ لوين رايح هيك وكأنك هربان على شي مكان؟ بتخليني فيش لك ها؟ لوين؟ كنت رايح شوف رفيقي شوي ايه؟ بالأحرى أحد المعارف. فهمت عليك. ايه تولجا شو رأيك تجي معي؟ لا بلاها إذا متفق معه ما حلو انزعلكم القعدة. لا بالعكس أصلا بتنقذني. امشي معي يلا. كيف بنقذك؟ لأني أعطيت وعد للشاب أنه رح نشرب إيه؟ وميليس خلتني أوعدها أني ما أشرب. يا الله دخيلك ما أسهل الوعود عندك. شو رح تعمل هلأ؟ كنت ألغي الموعد من أساسه. لا أخي كتير عيب ما نحلوة يعني بصراحة عامل معي معروف الزلمة ولازم رد له إياه. شو أعمل بدي أضطر أشرب كرمالك. خلص لا تأكل هم. عشت يا وحش. شو السيارة جايبة معي لكم؟ وفيها زمور الإنذار؟ يلا تعا طلع خليها تزمي تكرم عينك. يلا جيتك.
ما أحلاها، اشتقت لها كتير والله. لا ألو. ألو أوكتاي، دوغو أنا. أهلين، كيفك؟ كتير منيح، أنا هلأ وصلت، قلت بخبرك. أنا على الطريق ليكني رح وصل. تمام، بانتظارك. وصل الزلمة. إيه ماشي. ما تواخذني، شو كنت عم تقول مشان عزراء؟ لقينا شاهد عامل بالإنشاءات، شاف القاتل بعينه، خليناهم يرسموا شكل الزلمة، مواصفات القاتل معنا يعني. عزراء شاك إنه يكون زلمة زيرين. شو عم تقول يا؟ شو هالحكي هذا؟ القاتل له علاقة بزيرين يعني؟ ما بعرف، في ورقة طاروت بالنص، انسى هالشغلة. المهم أوزلام شافت رجال عند بيت زيرين، وعزراء شاك إنه زيرين عم تستغل هذا الرجال. بعرف هالشغلة قالت لي عنها، بس إذا ما شافت وشه وعيونه ما رح تعرفه أبدا. معك حق، كنت عم أقول أنقذنا البنت. ايه بعدين انت ما قابلت عزراء؟ شو حكيته بالضبط؟ يلا خبرني. رح خبرك، ما تاكل هم. من وين بدنا نروح اول؟ روح دغري. نقطع الاشارة يعني؟ لك ايه قطع. يا الله يا حسرة، كتير زعلت عليه. عزراء، برأيك قديش رح تاخد عقاب حسرات؟ بتوقع يتركوها 10 ايام او اكتر، بس هيك رح يزيد سنة سجن. شو عم تقولي؟ يا الله يا، وطبعاً كرمال يزيدوه لسنة، رح يخلوها 10 أيام بالمنفردة أصداً. أكيد يا روحي، بنات قدرة هنن يلي حرضوها لحسرت على هاي المشكلة يلي صارت، ولك بالمنفردة. لسه الحرب بأولها وما بلشت منيح يا بنات، انتبهوا. عنجد بدهم يعذبوا دينيز ويخلوها تتوجع. أي هاي أعمال زيرين الوسخة، طالعت إيبك من جديد من المنفردة وحطت حسرت بالمنفردة بس لأنها عصبت شوي. شو هالظلم هاد؟ الله يلعنها لزيرين وينتقم منا، والله حاجتها بقى هلكتنا. إذا بس اطلعنا فيها بزتنا بالمنفردة، بس قدرة وجماعتها ما فيها عليهم. يا الله منك يا حسرت، ليش هيك عملتي؟ ليش؟ أخ لا تعصبيني، يلا امشي. لك اتركلي ايدي، ليش عم بتجرني هيك؟ لك يلا تحركي، امشي معي. كم مرة قلت لها أنا ما بدي روح معك، بدي روح على البيت. اخرسي وامشي. تركني ولاد، تركني تركني يا شاب. شش، ترك البنت. شو دخلك انت؟ روح التهي بشغلك. بلا حكي فاضي، تركها وامشي يلا. هاي بتكون مرتي، شو دخلك اذا مسكتها ولا تركتها؟ مرتك مش والبطاطا، تركها بقى يلا. لك يا اخي لا تدخل فيني، لا تخليني ابتلى فيك هلا. اقتلني يلا يلا، ارفع ايدك لشوف يلا. سيدي. شو؟ آسف سيدي. هلأ صرت سيدي ما هيك؟ كنت رح تقتلني من شوي، كنت رجالة من شوي، شو صار لك؟ ها؟ سيدي ما قصدي. ليش خرست تحكي لك كلمة؟ يلا كنت رح تقتلني وهلأ آسف ما هيك؟ جبان، لك أنت مانك زلمة، لو كنت زلمة ما بتعمل مع مرتك هيك بنص الشارع. يلا امشي، يلا حرك، امشي. أنت منيحة؟ يسلموا، أنتوا اجيتوا بوقتكم. لو اني محلك ما برجع بعيش معه. ايه اكيد ما رح اطلع فيه بعد هالليله. هذا صح. يسلموا، تصبح حالك. انتبهي على حالك، تفرقوا بقى يلا. عم تحضروا مسلسل لانه العمى ما بتخجلوا على حالكم، وحضرتك عم بتصوري فيديو، شغلتكم بس تتفرجوا وتضلوا واقفين وما حدا فيكم بيقرب. هالنمر كثير بتزعجني، قال لانه مرته ما تدخلوا. والله اشتقت لهالقصص. الو وصلنا وصلنا. ما تواخذني أوكتاي، جتني مكالمة ضرورية، واحد من رفقاتي عمل حادث. الله يقومه بالسلامة. اللي محتاج شي مساعدة؟ لا 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 يسلموا، ما في داعي أبدا، بس اعذرني كرمال هالليلة. عادي، منلتقي بيوم تاني. أكيد اتفقنا، يلا بشوفك، تصبح على خير. خير، شو بو صاحبك؟ اعتذر، منسهر لحالنا. ايه يلا فوت لك. الغروب يا رامي، إن جيت متابيب، إن جيت متابيب، بالممس هات بولماس هجران الأرفار، درت غروب يا رامي،
eylersin derman. Her can kabul etmez. Viraneler var, viraneler var, viraneler var. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, zalımsın dünya. Can ile cananı alansın dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Can ile cananı alansın dünya, yalansın dünya. حسرات، اسلمت امك على هالغنية. خدي، جبت لك شوكولا. قصدك تقول جبت لك اياها مكافأة على الصوت. اهل غرب يا ريت ان جيت بتعبيك، ان جيت بتعبيك. Bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var. Dert vurup da yârem eylersin derman. Dayı be şokula şuay. Kabul etmez viraneler var. Viraneler var. Viraneler var. Dert vurup da yârem eylersin derman. Valla dayı ha. Viraneler var. Viraneler. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Can ile cananı alansın dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, yalansın dünya. Can ile cananı alansın dünya. Yalansın dünya. عادي عادي، لا تزعجي حالك. انتي منيحة؟ عم تتحسني؟ ما بعرف معلمتي. هالحيوانة زيرين أذتك كتير، ما هيك أمي؟ شو عملت لك؟ المرة مجنونة معلمتي، مجنونة مجنونة. شش.
خلاص لا تبكي، لا تبكي، خلاص ليكي انتي معي، لا تخافي، لا تخافي. لا تبكي، مسحي دموعك. ليكي اسمعيني، انا ما بحب البكي، حتى ما بحب اللي بيبكوا. شش، ابيك ابيك. الانسان كل ما اكل ضربه بتوجع، كل ما صار اقوى من قبل. لهيك امي ولا عاد تبكي لشوف، عاد تبكي بقى، دموعك مسحيون. ليكي الكل بيعرفوكي انه كل عمرك قويه مثل السكين، ولما بدنا نسنك على الحجر يا ابيك رح تصيري حده فوق ما بيتخيلوا اكثر. ابيك هذا امتحان، ولما رح تنجحي بهذا الامتحان رح تخلصي كل شيء وتتخرجي وانتي قويه. هاي هي مدرسة الحياة يا بنتي. حاج تبكي، ما في شي بيستاهل كل هالبكا والعذاب مشان دنيا فانية. سكتي بقى ولا عاد تبكي لأني عصبت. معلمتي معلمتي، إيبك خلاص لا عاد تبكي، أنا ما بحب البكاء والمخاط، أنا هالمشاعر المعفنة بكرهها. خلاص خلاص إبك، قومي ارفعي راسك، كوني قوية، كوني مثل الحجر. تعرفي الحيوانات شو بتعمل؟ الحيوانات ما بيسمحوا للجريح والضعيف والمعفن إنه يعيش. وإذا بدك تضلي عايشة هون معنا، جروحك كلها وضعفك هاد ما بدك تورجيه لحدا مين ما كان يكون، فهمتي أمي؟ حاش تبكي، ماشي إبك، شدي حالك حاشة، كفي. معلمتي الله ياخذ من عمري ومد بعمرك ان شاء الله. الله يخلي لي اياكي معلمتي. جارتي الحلوه جايه لعندك زياره اذا تستأذني. تعي يا روحي، متسطحة ما عندي شيء. كيف صرتي؟ كيف بدي كون؟ صحي شو هالسؤال هاد؟ يعني لأمتى بدها تضل تمتحن صبرنا؟ حتى نهجم عليها. بصراحة توقعت إنه يطلع لنا شيء من قصة أوزلام ونستفاد منه. وأنا كمان، بما إنها عم تواجهني حالياً وبتعرفني، على الأغلب بدها تحاول تأذي اللي معي، ما بدها تأذيني إلي لحتى تخليني جن. وهي بلشت بحسرت، بدها تورجيكي الحبل بإيد مين بيكون. العمى هالمرة ما بيهمها غير الغرور بهالحياة. شو رح يصير ولأمتى رح يستمر هالنضال التافه؟ كل يوم واحدة عم تروح. بتوقع أكتر من هيك ما بقى رح يصير، بكفي لهم. رح تستمر الحياة حتى لو ما استمر النضال. معك حق، وإذا استمرت الحياة معناتها في أمل. كمان معك حق، وحتى تتحقق أحلامنا ونكون سعيدين بيطلع بطريقنا ناس كتير منح. إيه صح، يعني ليكي إيلام وأرهان كمان. صح، بيدعمونا بكل أفكارنا وبيركضوا معنا لأي مكان وعيونهم مغمضة ومن دون أي شروط. وحتى في معنا تولغا كمان. خير تولغا؟ عزراء يا جاسوسة الشرطة أنتي، هذا سبب الضمة والبوسة. ليش لضمه وبوسه أنا؟ لك كل يلي صار إنه ضميته عن قصد لأنه كنت رح أخذ صورة الزلمة منه وخبيتها. بدك يعني قدام العالم أخذها ويلاحظوا هالشي؟ لا شو هالحكي؟ إيه حبيته للزلمة،
اي الف مبروك. اي خلص، شو زعجك بالموضوع؟ انت اللي مزعوجه. شوفي يا عادي. شو هي عادي؟ اصلا انا ابدا ماني عم فكر بهي الامور. ما بيكفي نايمه بالسجن وانا بريئه، وحسره جوا ما بنعرف قديش رح تبقى وقديش رح تتعاقب لسه، وقدره من طرف وزيرين الثانيه من طرف. يا الله، ما بتفتح زهره بالمستنقع يعني؟ ايه بتفتح مبلا. ايه بتفتح. ايه يا الله منك لك. ايه بتفتح. ليش لا يحب وحدة مثلك وبمواصفاتك؟ قلي ليش لا؟ شبني أنا؟ ليش؟ عندك وقت لنشرب شيء؟ حلوة كتير الفكرة، بس تأخر الوقت. ايه الحمد لله انه تأخر. بأول فرصة لك. سامحيني نيال، مجبور. هاي لعبة. عم يلعب معك لعبة. كيف يعني لعبة شو؟ مراد بيحب دينيز، ما إله شغل معك. نفس الشي، هيك بتعمل عطول، بتحطم لي معنوياتي. عم تضيعي وقتك على الفاضي. مو على أساس أنت بدك تنتقمي لأختك؟ ليش ما بتخلصي أمر أوكتاي بالأول؟ أوكتاي سهل كتير. أوكتاي بعمل هالشي، بس بدي مو كان بدك يكون مثالي؟ وأنا عم أقسى على الشي هاد، لازم يموتوا على مال ببطء، وأنا عم ألعب فيهم لعبة شوي شوي، رح خليهم يتعذبوا مثل ما تعذبت. لا تخدعي حالك، الانتقام هو هدفك الوحيد، وما رح يضل شي بس تحقق هدفك، لأنه الحياة فاضية من غير هدف. زيرين خان بكفي. أنت خايفة من هالموضوع مو؟ ما بدي ضل عم اسمع صوتك. بكفي بكفي. روح بقى، روح. ما عاد بدي اسمع منك شي. ما عاد بدي اسمع ولا كلمة. ما عاد بدي اسمع ولا كلمة منك. حل عني بقى. خلص. زيرين خانو، صباح الخير. صباح النور. سمعت انه حسرت شي نقول راحت عن منفرده. ايه صحيح. طيب بقدر اعرف شو السبب؟ مالك علاقه، بس رح اقلك. هجمت على قدره بآلة حاده وتكرار لهجوم امبارح. مرق وقت طويل على الحادثه الاولى، برايك عدم التدخل من وقتها ما نو خطا اداري؟ كانت الصلاحيه مع اوزلان ميليس خانو، وانفتح تحقيق عنا اساسا. وامتى رح يتم تنفيذ العقاب؟ هذا القرار قراري، لازم امشي. الو نعم. اهلين سيدي، شكرا انا بخير، كيف صحتك؟ اي حضرة المستشار انت باسطنبول؟ طبعا. اي ساعة بتفضل؟ 12. ماشي سيدي، بشوفك. اوكي الله معك. خلص لكن هلا منشوف شو لازم نعمل. انتي حشتك لي اظافيرك.
روحوا انتو. شو عملت؟ قدرت تحكي مع زيرين كرمال حسرت؟ كان بدي اشوفها امبارح المساء بس ما وافقت، رح ارجع حاكي اليوم. بصراحة مو حابب خليها تشك فيني دينيس. ايه صح، معك حق، فهمت. يسلم، بشوفك. مرحبا، بقدر فوت؟ ايه طبعا. كنت ناطرك برا على الفطور. شوفي، اشتريت كعك سخن، بتخيل رح يكون طيب كتير هلأ، منشرب معه شاي. بتقدر تخليه على الطاولة، شكرا لإلك. خير زيرين، شبك؟ في مشكلة شي؟ لأبنه بكل شي ممتاز. رح يجوا من الصيانة ليتفقدوا نظام الأمن، عندك علم؟ ايه خبروني، هن رح يجوا بكرة. وتم النقل على المستشفى؟ ايه تم. منيح، موفق لك. أنا وأنت كمان. صحيح، من طالع اليوم لحسرة ما هيك؟ رح اهتم بها الشغلة، لا تعذب حالك. مثل ما بتحبي. الباي، تعال عندي فورا. تفضلي زيرين خانم. فوت وسكر الباب. بتجيب لي دينيس ديمير، مفهوم؟ حاضر زيرين خانم. بس ما رح تجيبها لعندي، ما بدي اشوفها هون. دينيس ديمير، زيرين خانم طالبتك. من هون. مرايحين على مكتب زيرين خانم؟ هي ما بدها تشوفك بالمكتب. وين بدها تشوفني لكم؟ تعي هلا بتعرفي. عقاب المنفردة ومن دون مشكلة. شو ذنبي؟ شو ذنبي؟ جاوبني يلا. قول لمديرتك رح دفع الثمن غالي. قولي اللي بدك اياه بوشي، تفضلي. ليش المنفردة؟ احيانا بيجي على المنفردة هيك بس يتشوش عقلي شوي، ولما ما بعرف شو بدي اعمل لحتى صفي ذهني وريح راسي بقعد لوحدي وفكر. احيانا بينفع السكوت. قلت بلكي بساعدك تكوني لوحدك. أنا ما بخاف منك بنوب، حتى لو حاولتي تعملي معي شو ما كان. أنا مديرة السجن وبعمل شو ما بدي دينيس. انتبهي لما بدك تحكي معي. شفتي؟ هي حسرة، قدرها واقف على كلمة مني. بقدر طالعها من هذا المكان إمتى ما أنا حبيت. إذا طلعت من هون هلأ وسكرت الباب وراي وتركتك هون لكم شهر كمان، مين رح يقدر يحاسبني؟ واثقة بحالك ومطمنة مو هيك؟ أكيد، لأنه عم ألعب وفق قوانين اللعبة. بس أنتي ما عرفتي وين لازم توقفي وما بتعرفي شو لازم تعملي وكيف. إذا نفد صبري منك أساساً ما ضل كتير ليخلص. رح أعطيكي درس ما تنسي بحياتك، درس رح يخليكي تترجيني إني أقتلك. مو بس رح أحول سجنك لجحيم، رح خلي حياتك كلها مثل الجحيم. فهمتي؟ بتمنى تكوني فهمتي. بس إذا ما فهمتي كلامي رح نلتقي من جديد لوحدنا، أنتي وأنا.
وما حدا معنا. فوتك الجاية على المنفردة رح تكون بلا طلعة. اصحك تنسي. عملت كل شيء وما قدرت اقنع الهيئة. هن ما قبلوا التقرير يلي عرضته كرمال زيرين خانو. كيف يعني ما قبلوا؟ أنا قدمت التقرير بكل تفاصيله وكان كل شيء واضح وصريح. أنا بعرف هالشي، بس بسبب المشاكل يلي عشتيها مع زيرين خانو هلأ الثقة بتقريرك مو كتير قوية. إيه والهيئة طبعاً ما حق بهالشي، يعني ما ممكن إن تعزل زيرين خانو بهيك تقرير. بس الموضوع جدي كتير، نحن واقفين قدام مرة خطيرة كتير وحالتها النفسية ما منيحة أبداً، يعني أكيد ما منعرف شو ممكن تعمل. شو رح نعمل إذا عملت شي لوحدة من السجينات؟ مين رح يتحاسب على يلي بده يصير سيدي؟ إذا لقيتي شي دليل بقدر اتهم فيه زيرين خانو بشكل مباشر، مثل مثلاً إهمال الوظيفة أو سوء معاملة، هيك بيكون في بإيدنا دليل واضح. لا تقلق أبداً، أساساً أنا واثقة أني رح لاقي شي عليها، وخاصة إذا استمرت على هالشكل. اتركي الباقي علي، منعزلها لفترة مؤقتة ومنستمر بالاستجواب. ماشي سيدي. معناتها أنا ناطر خبر منك. يلا موفقة بشغلك يا خانم. تسلم، شرفت. التقرير ما فادنا بشي أبداً، لازم نلاقي طريقة تانية تأثر أكتر، يعني استغلال السلطة أو استخدام الوظيفة بشي سيء أو تصرف سيء بقصد من هذا القبيل. أوف. وشو ما كان اللي رح نعمله لازم نستعجل. بالواقع هي شكلاً حشرت بالزاوية، وإلا ليش لحتى تهددك؟ هي ما فيها تعمل شي، وأنا مو خايفة بنوب. دينيز بعرف إنك ما بتخافي، بس توقعي كل شي من زيرين. لازم نلاقي طريقة فوراً. إيه صح ميليس، صراحة عندي فكرة ظريفة. بشو عم تفكري؟ يونغ امشي. لا امشي من انت هاي. ماشي يلا. ماشي يلا لشوف لك على ما شبك. نحن عند الباب دينيز. شوفي شوفي شو بدك مني شي؟ أكيد بدنا منك معروف إيبك. نحنا بدنا منك شي صغير ورح تنفذي غصب عنك. دينيز خليني روح من هون مشان الله تركوني بقى. عادي هون. اتركيني اتركيني بعدي. زيرين عذبتك مو هيك؟ ضربتك وانت بالمنفردة. ايه انت رح تقدمي افادة ضد زيرين بالمحكمة. لا لا دينيز ما بقدر، والله ما بقدر. رح تقدمي؟ لا دينيز هالمرة مجنونة، عم قلك رح تقتلني إذا عرفت. إذا اضطر الأمر رح ننقلك على سجن تاني، لا تخافي بنوب. إيه دينيز لا تطلبي مني هيك طلب، الله يخليك. أنت مجبورة إيبك. لو سمحتي والله إذا عرفت بتقتلني، هالمرة مجنونة. تمام، لكن أنا مضطرة أتصرف. أنت اللي قتلتي نازان، أنا رح خبر قدرة بالموضوع. شو رح تعمل ساعتها؟ هي كمان رح تقتلك، وما حدا رح ينقذك من بين إيديها، ولا حدا. بس إذا أنت نفذتي طلبي، أنا بقدر أنقذك من زيرين. بلتي بعرضي؟ تمام؟ تمام بلت خلص. Thank you.
إيباك إيباك هي مو بغرفتها. وين راحت هالبنت؟ قالت إنها رايحة على الحمام، بس هلأ كنت هنيك وما شفت حدا. وين بدها تكون؟ روحي هاجر، روحي شوفيها وين راحت. وين كنت يا بنتي؟ أنا كنت عم جيب كتب من المكتبة. إيه تمام، يلا روحي ارتاحي، تمي بحالك، قلت عليكي لأني ما شفتك. تفضل. أهلين دينيز. حكيت مع إبك شوي، رح تقدم الإفادة. يعني ما رح تصير مشكلة؟ أنا لا. ما بدي إياها تتراجع. ولا يهمك، ما رح يصير شيء أبداً. رح خبر المستشار حتى ياخدوا إفادة إبك قبل ما يتسكر ملف زيرين. مرحبا سيدي، معك وقت لنحكي؟ مشان اللي حكيناه عن زيرين خانم، في معي دليل واضح. في سجينة موجودة عنا تعرضت لمعاملة كتير سيئة منها. نعم سيدي، يمكن يكون شيء بيوضح سلوك النفسي، بس نحن بحاجة لمساعدتك. أي نعم، تفضل حضرة النائب. إن شاء الله حضرتك تكون بخير. أي طبعا، أي سجينة منه؟ تمام حاضر، رح ابعتها فورا. أكيد، شوفك مع السلامة. قلت لك لا تستقلي بمنافستك. لا تفكري إنه خلصنا. الله يلعنك دينيس. أزلم، بدي تجيبي لي إبك قماش لعندي دغري. حاضر يا خانم، فورا. ليش طلبتني زيرين خانم؟ في إشي مشكلة يعني؟ ما بعرف، بس تفوتي بتعرفي لحالك. تفضل. إجت إبك قماش يا خانم. تعالي. حكوا معي من النيابة، في وراق ناقصة بتخصك وبدهم ياكي وطالبينك لعندهم. شو عم تسمعيني؟ إبك، جاوبيني، سمعتي شو عم قول؟ ايه يا خانم، سمعت. رح يخلوكي تلتقي هنيك مع أشخاص مهمين من النيابة، يمكن تلتقي مع النائب، يعني بتصير إنك تتجرأي قدامهم وتحكي على اللي صار بيني وبينك. نهايتك بتكون كلامي مفهوم؟ إيه مفهوم، فهمت. لنقول إنك اشتكيتي عليينك، مين رح يصدقك؟ ولا حدا. مين أنت أصلاً؟ أنت مجرد مجرمة. أنا غلطانة؟ إبك؟ ها؟ غلطانة شي؟ إيه، أنت الحق معك. ليك شفتي قديش متفقين أنا وياكي؟ ها؟ 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 أزلام. نعم يا خانم. حضري الوراق اللازمة لنقل إيبك. مقام النيابة ما بيصير نخليه يستنى. طيب. حاضر يا خانم.